عندي فراخ بالباربيكيو، عندي نص كيلو من صدور الفراخ، كوبايه من البصل الجوليان، كوبايه من الفلفل الالوان، نص كوبايه من الباربيكيو صوص، ونص كوبايه من الميه، معلقه صغيره من الثوم الباودر والبصل الباودر والسبع بهارات وملح وفلفل اسود. دي مقادير الفراخ بتاعتنا. الرز بقى بسيط قوي، 3 كوبايات من الرز، بصله مفرومه، نص كوبايه من الباربيكيو صوص، مكعب مرقه، ميه مغليه، ملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين كده، هي المكونات اصلا ما فيهاش اي حاجه، سهله وبسيطه جدا. دي ايه؟ اه زي كده، ايه زي ما بقول لكم دايما كده، متفقين مع بعض نحاول كده ان احنا ايه نشتغل كده في الحاجات كلها كده مرة واحدة او في نفس الوقت، يعني علشان بس ايه ننجز الدنيا معانا. وانتوا شايفين انا النهاردة مش مستخدمة خالص اي مكونات كتير، يعني هتلاقوا ان انا في وصفة الفراخ مش مستخدمة خالص توابل كتير، هي بس شوية من البصل الباودر والثوم الباودر، ما يعني محبشينها بقى ومكترين الكمية ببصل وفلفل الوان. خلاص ماشي. بصوا بقى، هنجيب اول حاجة الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل في حلة الرز اهي، اشتغل الاتنين مع بعض، شوية زيت، وفي وصفة الفراخ برضو شوية زيت. خلاص قلتلكوا قبل كده، هقولها لكم تاني، ليه انا بستنى الطاسة ان هي تسخن كويس؟ انا مش عايزاها تولع. هي الفكرة ايه؟ ان احنا ما بنسخن الطاسة بتاعتنا او الحلة، لو انا دلوقتي وهي الطاسة باردة جيت نزلت بيها كده بالفراخ كده اللي عندي دي، ايه اللي هيحصل؟ الفراخ هتنزل المية بتاعتها. ايه اللي هيحصل لما الفراخ تنزل المية بتاعتها؟ هنيجي ناكلها كده نقول ايه ده، هي ليه عاملة زي الكاوتش؟ هتبقى ناشفة ومش طرية معانا. فضروري ان احنا نحتفظ بالسوائل بتاعتها، فانا هستنى الطاسه تسخن شويه. تمام. الحله اللي احنا هنعمل فيها الرز، هنزل ببصله مفرومه. تمام. خطوه البصل دي اختياري، ممكن قوي ان انت تستغني عنها عادي اهو، بس هي الفكره في ايه، هي بتحلي الطعم شويه، بس زي ما بقولك استغني عنها عادي، مفيش اي مشكله خالص. هستنى كده ايه تطرى معانا شويه، بس عايزينها تطرى مش اكتر من كده. طيب انا دلوقتي مستنيه الطاسه الزيت بتاعها يسخن لما نيجي كده ايه ننزل بالفراخ. انا دلوقتي وهي الفراخ ساقعه معايا، هنزل بالفراخ كلها مره واحده، ايه اللي هيحصل؟ هتبرد الطاسه بتاعتي. ايه اللي هيحصل برضو؟ ان الفراخ هلاقي ان هي نزلت الميه بتاعتها. لما تيجي تختبريها او ان انت تنزلي الفراخ في الطاسه، انزلي كده بحته حته كده وشوفي الدنيا معاكي ايه. والله لقيت ان هي نزلت الميه بتاعتها، استني عليها شويه. خلاص بسم الله هجرب كده. كده حلو، طالما عملت الصوت ده يبقى حلو قوي. انزل برضو بالفراخ واحده واحده اهو، اخليها بس تاخد وقتها شويه اهو. طيب هرجع بقى تاني للبصله. خلاص دبلت معايا شويه. بصي عايزه تدبلي البصله بسرعه شويه، هحط رشه ملح بسيطه كده على البصل. خلاص هتسرع معاكي شويه ان هي البصله تدبل معاكي. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالرز بتاعي وهقلب بالشكل ده اهو. طيب تعالوا بينا بقى نبص على الفراخ. انت دلوقتي في البيت مش عندك الطاسه اللي هي القابله الغير قابله للصق دي، عندك طاسه عاديه. لما تنزلي بالفراخ بلاش ان احنا نروح مقلبينها كده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الفراخ بتاعتك لازقه في الطاسه وهتتقطع معاك. استني لغايه ما تتشمع بالشكل ده. بص شايفين اهي اخدت لون من تحت، وقلبيها عادي بعد كده. خلاص
هجيب بقى كده الايه التوابل بتاعتي. خلاص ودي تقليبه، خلاص هي خلاص لونها هيغير اهو. هنزل بالبصل الباودر والثوم والبهارات ونقلب. ناخد بالنا ان احنا نكتر شوية البصل الباودر والثوم الباودر والبهارات والملح، ليه؟ علشان احنا لسه هنحط خضار معانا. خلاص هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود، هكتر شوية كده الفلفل وهقلب. طيب في نفس الطاسة لما الاقي خلاص كده ان الفراخ اخدت لون معايا واتشمعت، هي لسه محتاجة شوية سوا، هعمل ايه بقى؟ هسيبها كده على جنب وهجيب البصل والفلفل الالوان ونقلبهم كده على جنب شوية اهو بالشكل ده. سيبيهم يدبلوا حاجة بسيطة، ودي حاجة اختيارية والله. انت بتحبي الاكلة الفلفل والبصل ليه قوام شوية، بيبقى فيه كده قرشة شوية او عضة شوية، خلاص يبقى ضيفيه، ما ضيفيهوش في الاول كده، ضيفيه قبل السوا بتاع الفراخ بخمس دقايق مثلا. حاجة كمان ان الفلفل لما يتعرض كتير على النار ايه اللي بيحصل؟ الوانه بتبهت شويه، بيدبل معانا زياده عن اللزوم. فاحنا عايزين الحاجتين، انا عايزه ان انا ما احسش بالعضه بتاعه الفلفل، وفي نفس الوقت انا عايزه احافظ على لونه. خلاص هو بس كده ايه، انا حطيته على الجنب كده اتعرض للنار شويه، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض اهو بالشكل ده. خلاص تعالوا كده نشوف الرز كده ايه الاخبار. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده، انا بس هحط دي كده على الجنب، نحطها هنا كده جنبنا. تعالوا بقى ايه ننزل بالباربيكيو صوص، ملوش مقدار، نص كوبايه كوبايه على حسب كميه الرز بتاعتك. خلاص بس المهم ان احنا عايزين نكتر الباربيكيو صوص بتاعنا اهو. كده يعني مش حاسه ان هو عايز تاني بصراحه. عايزه اقول لك على حاجه برضو، انت كل ما تكتري الباربيكيو صوص في الوصفتين دول هيبقى معاكي الطعم خطير بصراحه. تاني مش سامعه حاجه بصراحه. ماشي حاضر، تقلب كده اهو. اخر حاجه بقى هتبقى معانا على خلطه الفراخ كده الباربيكيو صوص، نص كوبايه بقى كوبايه براحتك. هقلب، غالبا انا هحتاج تاني، وانا كاتبالكوا كمان في المقادير شويه ميه، نص كوبايه ميه. تعالوا نبص على الرز. طيب كده خلاص الرز انا بس ايه بديله تشويحه كده وتقليبه كده على النار علشان يطلع مفلفل معانا. خلاص كده الرز بتاعي خلص، هنزل بميه مغليه. بسم الله. حاضر. اهو عندك شوربه. تمام بس انا في وصفة الرز دي مش بحبذ لا شوربة لحمة ولا شوربة فراخ، بحبذ مكعب المرقة. عملنا حلقة عن مكعبات مرقة الخضار، جربوها استخدموها. يعني انتوا لو مش بتشتروا المكعبات الجاهزة دي اعملوا اللي احنا عملناها في حلقة من اسبوع، بالاسبوع اللي فات تقريبا، تحفة. خلاص ليه بقى انا مش بفضل ان انا استخدم شوربة لحمة او فراخ؟ شوربة اللحمة او الفراخ يا جماعة بيبقى فيها توابل كتير، حبهان، ورق لورا، بنبقى حاطين فيها كده شوية حاجات كتير، انا مش عايزة اي طعم يطغي على الباربيكيو صوص بتاعي. خلاص فاستخدموا المكعب المرقة.
انا حطيت مكعب كده المرقه، هسيب الرز يشرب الميه بتاعته. بس انا هعمل حاجه قبل ما نروح لفاصل، محتاجه ان انا ازود كده الباربيكيو صوص بتاعي. تمام. لا لا تمام، انا كده حطيت شويه باربيكيو صوص تاني. انا عايزه اقول لكم مهما تحطوا حطوا عادي، يعني مش هيقول لا خالص. هستنى الرز يشرب الميه بتاعته، وسبت اهو الفراخ بقى مع صوص الباربيكيو ده، كلهم بقى ايه بقى يعني بقى شكشكه بقى ينعنشوا كده مع بعض. يعني احنا الاكله ما اخدتش معانا وقت خالص، بطريقه بسيطه كده بمكون الباربيكيو صوص قد ايه هيحلي معاكم طعم الاكله. انا عايزاكم بس تجربوا الاكله زي ما احنا عاملينها كده بالظبط، من غير اي يعني انتوا تستغنوا عن حاجه. وزي ما انتوا شفتوا احنا الفراخ هتطلع ايه، هتطلع بس شويه بصل، فلفل الوان، تبلتها كده ببصل باودر وتوم باودر وشكرا. المكون الاساسي هو الباربيكيو صوص. عايزه اقول لك لو حابه تستغني عن البصل الباودر والتوم الباودر براحتك، بس خليكي في البصل الجوليان والفلفل الالوان والباربيكيو صوص وشويه الميه. انا عايزه الصوص ده كده يعني زي ما احنا عملناه، الرز مع بصله مفرومه كده وسقيناه بميه مغليه، موضوع بسيط قوي قوي قوي. خلاص طيب، الرز استنيته لغايه ما شرب الميه بتاعته وهديت النار عليه وسبته يستوي. الفراخ بالصوص اهي بتشكشك كده، حاجه كده خطيره طعمها تحفه اهو. خلاص غالبا خلاص هي كده ممكن تبقى استوت. تمام. وبقى ساعه التقديم انا ممكن لو سبتها تبرد شويه الصوص ده هيتقل معايا عادي قوي، ان انا اروح اطلها شويه ميه عادي. يلا بينا، يلا نشيلها كده ونسيبها هناك والرز على النار. حاضر، بصوا شايفين مفلفل ازاي اهو، خطير 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 خطير. تعالوا بقى نشيله كده من على النار. خلاص انا هقفل النار كده عليه، اقول له شكرا. بس عايزه اقول لك على حاجه بخصوص الرز، الرز لما يستوي معانا ونيجي نشيله من على النار بلاش نفضل مغطيينه كده. انا بروح عامله ايه بس يعني البخار، لان البخار ده طول ما انا قافله على الحله البخار ده هيفضل يعجن الرز معايا لو احنا هنسيبه شويه. طب ايه رايكم نشيل الغطا اصلا؟ احنا ممكن نعمل حركه كده، نحط الرز كده في القالب ده اهو. الاكله دي اعملوها، مش بديكوا اختيار، انا ما عاملاها لكم كده عافيه، اعملوها هتدعولي تحفة. مش مشكلة بقى، أنا أي زيادات كده إيه هتقع من النص، ما دي بقى فايدة القلب اللي في النص، حطي 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 والزيادة هيقع، هيقع في النص يعني أهو. تغطي بس عليه كده أهو. يلا، المفروض إن إحنا نسيبها عشان هي سخنة. نقلب بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط كده الفراخ في النص. خلاص